يعني؟ لا اكبر ليه؟ عشان ايه صح؟ ما تكبر صوره فيها يعني؟ تقصد زومنج على عليها يعني؟ لا لا ما انا شايفها. بص ما انا الفكره انا شايف الاورجن يعني، شايف ادي كومن باد لفت اهي، شايفها مش شايفها؟ هي صح بس شوف بص احسن صوره فين اهي. طيب انا ما هي بص هي هنا نورمالي صغيره جدا، معقوله جابته 6 مللي؟ دي 6 مللي، ده 6 مللي قد كده صح كده او 8 مللي؟ اكتب 2 مللي 3 مللي صح. يبقى بس العمليه نورمال، انا شايفها نورمال بالظبط، شايفها نورمال. انت عايز تعمل كومنت في الاخر تكتب تقرير يعني. لكن بصوا يا جماعه مش عايز اقيسها، يا نهار ابيض ده بص ان تو ان، دي حته بص اهي طالعه 3 مللي تمام كده. طب البورتال فين نفسه، ادي البورتال فين ده في الرايت بورتال فين، بقيسه فروم ذا انر وول تو ذا ايه؟ الاوتر وول. شفت بقى الفرق بين قياس البورتال والسيبلين في نفس الست برضه، واحنا واقفين الاثنين شايفينهم معانا كده. طب هو ده بورتال ولا ده هيباتيك فين؟ هيباتيك قصدي هيباتيك ارتري. لا ده شكل بورتال وانا شغال عليه دوبلر، شايفين يا جماعه البورتال هو اللي نور، لكن الكومن بقى الضغط ايه؟ شايفينها؟ لا دي شايفينها بيلري، اما ده بورتال شايفين نور ازاي يا جماعه؟ ده في الايه؟ في الدوبلر، وانا عندي دوبلر يعني. طيب يبقى احنا برضه شايفين الرايت بورتال فين داخل يعمل ايه؟ بايفوركيت اهو شايفينه داخل يتفرع جوه الليفر، يديني حاجه اسمها رايت انتيريور ورايت بوستيريور برانش. ده مين المين رايت بورتال فين؟ اصلا اللوب الابر سيجمنت لور سيجمنت، سيجمنت 8 سيجمنت 5، هجيب 6 هجيب الكدني، والكدني هبص عليها ازاي؟ هي الكدني فين؟ في اللاين اوف ذا بيشنت صح كده؟ هجيب الكدني يبقى انا هبص كده اهو، هطلع سبيس شويه اروح جايب الكدني اهو، حطيت خليت الكاميرا موجهه ناحيه مين؟ ناحيه الكدني، فظهرت مين الكدني؟ فقلت دي سيجمنت 6. شايفين الريب الرخم اللي قطع الفيو ده؟ هبدا اعمل ايه؟ احور نفسي ما بين تو ريبس عشان اجيب فيو احسن، انا اللي بحرك الكاميرا بايدي. شايفين يا جماعه؟ في ريبات قطع اهي، ريبات قطع اعمل ايه بقى؟ اروح انا داخل ايه؟ بتوين ريبس يا جماعه، شايفين اوبليك فيو، اطلع بقى سبيس اهوت اجيب صوره واضحه، انزل سبيس اجيب صوره واضحه، لكن اروح واقف على ريب كده يبقى انا ضربت على نفس الايه؟ الكاميرا صح كده؟ روح كده. طيب بعد كده خلصنا مين؟ الليفر نفسيها، هل في اي فوكال ليجن في الليفر؟ طبعا سيجمنت 7 عايزين نبص عليها كويس، اللي هي تحت مين؟ الدافرام. شوف انا طلعت فين؟ طلعت ناحيه اللي هي الدافرام شويه، فبصيت على مين؟ سيجمنت 7. فانا كده تقريبا شفت الليفر كلها، شفت الليفت لوب وادي الرايت لوب بتاعتي وادي مين؟ الدافرام اللي هو البليسنج اللي احنا شايفينه ده يا جماعه، شايفين كده؟ طيب نرجع على الاورجن ستراكشر الموجود قدامي بينور ده، يمين ده؟ الجول بلادر. ستوب، فرز الصوره بتاعتك. طيب رقم واحد سايت نورمال سايت شيب، نورمال شيب نقيس السايز طول، احنا قلنا لحد 9 مثلا سنتي، اكس ماكسيمم ده كام؟ 5 صح كده؟ الويدث العرض بتاعها لحد طول 5 سم 3 ل 5، طلع كام؟ 1.7 صح كده؟ هعمل كلير. طيب كونتنتس كلير، كونتنتس فيها بايل نورمال بايل قوي سودا، طلع جيت بلاك ما فيهاش اي حتى انترنال ايكوز، ولكن هو ده فيسد بايل صح كده؟ طيب الوول سيكنس هنقيس مين فيهم؟ الانتيريور وول صح كده؟ ده اسمه البوسي وول، ورا الشادو كده اسمه الديودينم، مش زهر ابيض فيه غاز كبير. تاني حاجه برضو ان الجول بلادر عملت بوستيرو انهانسمنت للحاجه اللي وراها، فظهر كلها حته باهته قوي او بيض قوي. هقيس الايه؟ الانتيريور وول، هقيسه فروم ذا اوتر ايه رايكم؟ طلعت 2.6 ويعني ماكسيمم 3 بالعافيه، مش واصل حتى 3 مع النورمال كام؟ النورمال 3 مللي، 3 مللي مع النورمال. هو يا جماعه شايفين انتير وول؟ قست ان انتير وول طلعت 3 مللي، يبقى ده عيانه فاستنج مش واكل حاجه، او حتى لو اكلت حاجه ما كانتش كونتراكت الجول بلادر بتاعتها وطلع كلير، نورمال شيب، نورمال سايز، نورمال كونتينس، نو بوليبس، نو ماسس، نو ستونز انسايد ذا جول بلادر، وبالتالي طلع نورمال جول بلادر. طب كويس جدا صح كده؟ طلع بير شيب، شايفين الشكل بتاعه طالع فين؟ معناه اصلا مرميه تحت مين؟ تحت الليفر، ولكن الاشعه ما خبطت فيها صورت الليفر الاول وبعد كده صورتها ايه؟ واي كانها تحت مين؟ تحت الليفر او جوه الليفر نفسها. شفت يا جماعه جول بلادر؟ اوكي يبقى احنا كده ايه؟ ادي جول بلادر بتاعتي، وطبعا ساعات بنجيبها المفروض الميرفس بوينت هنا خلاص في المنطقه دي خلاص يا صاحبي.